عن عدة أمور. الأول منهم نعبروا عن الممارسات الاستعبادية اللي يوميا مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية تقدمها للسلطات، تقدم عليها الدلائل والبراهين. والدليل اللي عندنا اليوم قضية هذا الطفل اللي عنده 14 سنة المختار. وين المختار؟ دخلوا إلى خلف اللي معبدين وأهل سيدنا هو وأخته وأخوه وأمه اللي شيخ الخيمة دركي موظف في الدرك في سلك الدرك الشرطة القضائية موريتان ودولة موريتان عن طريق محمد بن عبد العزيز وحكومته ونظامه ما بين يخلوا هذه المفوضية مفوضية القصر تعدل عملها وهامهم يبيضوا هذه الجريمة النكراء اللي ما زال يتضرر منها في حالته هو الاستعبادية في حالة الطفي فيها 600,000 من مواطنين موريتان اللي زيدوا على 3 ملايين بشوي. إذن 5 الشعب الموريتاني ما زال متضرر منه. ورانا من الدين بالقمع اللي متواصل ضد طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية اللي ونكل بيهم على سبت عنهم عبروا عن حقوقهم بصفة سلمية. ومن الدين بالتنكيل اللي متواصل ضد المتظاهرين ضد الإحصاء العنصر اللي ينكل بيهم. ومن الدين بتسخير العدالة الصالح الدولة ومن أجل ضرب خصوم الدولة وتصفية الحسابات معاهم. يا غير اللي نقولكم اليوم عن هذا الحراك الشعبي المشتركين وجميع فئات الموريتانية اللي ضاربها الجنرال محمد بن عبد العزيز بالاستعباد كامل وضاربها بالظلم كامل اللي مشرد فئة رجال الأعمال اللي مرقوا موريتان وعادوا يروقوا الاستثمار في الخارج بهم اللي الصفقات استحوذ عليهم والعبد العزيز ومقربينه وليسانس التنقيب وليسانس الاستثمار استحوذ عليها محمد والعبد العزيز ومقربينه والعلماء العاملين المنافحين عن المظلومين مشردهم والعبد العزيز وهامه يقضي عليهم ويكسر شوكتهم. ونظرا لحالة الحالة المزرية للشعب الموريتاني وحالة القمع اللي عاد طالت جميع فئات الشعب الموريتاني عربا وبربرا بولارا سننكا بمبارا ولف والحراطين أطالتهم كامل وعادوا كامل تحت آلة القمع وتحت التعسف وتحت تسخير القضاء ضدهم وتحت تشريدهم والقضاة عادوا تحت ليد وعادوا عبيد والأحزاب السياسية وفكت وبطحها والعبد العزيز وكراها وشراها وسخرها للي دور وأجندته وخسر المعارضة وخسر الموالاة وخسر الجيش وعدلوا جيش فيه الزبونية وجيش فيه الصفاقة وجيش فيه التعذيب ورجعت موريتان همجية شرطة موريتان ودرك موريتان وقضاء موريتان به اللي المناضلين عادوا يندارو فيهم السلاسل كيف ذاك كانوا يعدل يكسع زمن بيع العبيد يندارو في رقابيهم وفيديهم وذاك شفتوه عين فربة ونحن شاكين والعبد العزيز هو المآمر بذاك هو المحتضن ذا هاي ظروف كامل ظروف إصدار مذكرات دولية وإصدار قرارات قضائية
من القضاء الموريتاني ضد المعارضين الموريتانيين. ظل هذا الضرب والسحق للشعب الموريتاني ظل هذه المعاناة، أراني أنا بيران والداه والعبيد نعلن ذا اللي نقولكم تشكيل في أسرع وقت كونسي ناسيونال دو ترانزيسيون ان موريتانيا، ولا تعود حكومه موازيه لحكومه عبد العزيز. هذا المجلس الانتقالي الوطني الموريتاني داعيين ظلما هاتوا التحقوا به من اطياف سياسيه الموريتانيه في الداخل وفي الخارج عنها تبدا الاتصال بهذه المبادرة والمشاركة فيها، وفادت استجابت عدة أطراف معارضة لهذا النظام لهذه التشكيلة اللي يعني أعلن عنها في القريب، ومباقي يحضر لها، ورانا عاطين فرصة 3 أشهر النظام والعبد العزيز عنه. أولا يرفع الحظر عن جميع المنظمات الموريتانية كمنظمة مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، نقطة أولى. عنه يرفع ليد عن القضاء ويطلق له حريته إياك يمارس القضاء مهنته في صالح المتقاضي الموريتانيين والشعب الموريتاني بشفافة. عنه يرفع نظام عبد العزيز سيطرته وتوجيهه على وسائل الإعلام الرسمية موريتان. عنه يرفع جميع أنواع الحبس التحكمي اللي موجودة حالا. عنه يرفع أيده عن لجنة الصفقات الموريتانية وميكانيزمات وآليات منح لليسانس والرخص فورا، وتعود الممارسات التجارية ممارسات الأعمال شفافة ولا فيها ذي الغبن والنهب والتزوير اللي مارسوا العبد العزيز. يبدأ والعبد العزيز حوار جاد مع قوى المعارضة وقوى المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل إخراج موريتان بسلاسة ومسؤولية من هذا المأزق، ومن أجل وقف الهبوط إلى جهنم، السير إلى جهنم اللي ماشي به العبد العزيز ماشي موريتان شور. انطالبوا عن هذه الحوار الحقيقي الى قبله العبد العزيز انه يوضع اسس الاخراج موريتانيا بصفه سلميه من هذا المأزق، والى ما استجاب والعبد العزيز لهذا اراهيه موجهين طلب حالا المنظمه اتحاد المغرب العربي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والمجلس الاسلامي العالمي والامم المؤتمر الاسلامي العالمي والامم المتحدة موجهون لهم نداء عنهم يساندوا
مبادرة الموريتانيين الأحرار، منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ديمقراطية اللي لين طوموا بهاي التشكيلة، ومطالبين الموريتانيين أحزاب ومنظمات وأفراد وهيئات ونقابات عنهم يبدأوا خطى حثيثة في الالتحام حول هذه المبادرة وعن النضال فيها. يعود نضال سلمي وصارم، نضال ملء التضحية، ويلا نعرفوا عنه، يلا نضحوا بارواحنا، يا غير يلا نكفوا عن العنف ولا نقبلوه، يا غير نضالنا السلمي في هذه المبادرة بصفة صارمة كفيل تحرير بيضان موريتان، بتحرير الزنوج في موريتان، بتحرير الحراطين والعبيد في موريتان، تحرير الثروة في موريتان، تحرير القضاء في موريتان. مطالبين مؤسسات العسكرية، الجيش، الدرك، قوات الأمن، الموريتانيين الصلحاء البررة اللي في هذه الأسلاك العسكرية والأمنية عنها تبدأ القيام بدورها، تبدأ خطى حثيثة باتجاه هذه المبادرة. ورانا وجه النداء للحكومات المعاضدة للنضال الديمقراطي السلمي من أجل التغيير للشعوب الإفريقية والعربية الإسلامية كدولة قطر، ونشكروها على مدها لإخواننا في ليبيا وفي تونس وفي مصر، وطالبينها تمد هذا الحراك في موريتان وتدعمه، وطالبين دبلوماسيات العالم الحر والدول المحررة، الدول الشقيقة المحررة كليبيا ومصر وتونس والمغرب عنهم يحتضنوا هذه المبادرة الوليدة الموريتانية، هذه المبادرة المباركة الحميدة اللي هي الأمل الوحيد اللي خلى والعبد العزيز عنده الموريتان، اللي هي اللي وحد عليها محمد عبد العزيز بديكتاتوريته الموريتان. ويعودوا سفراننا في العالم، سفراننا عند الهيئات الدولية، وطالب أهل موريتان بصحافتهم وبقضاة محامينهم وبطلابهم وبنقاباتهم عن ذي المبادرة يوقفوا من وراها. ورانا ماشيين مع اللي انتمالها كامل، واللي ما هتعد مستعد ينتمالها إن شاء الله ولا ينتمالها القدام، مرحبين به في وقتها.